الحديث عن ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب مع مرور الذكرى الثانية لمجزرة كرايستشيرش في نيوزيلندا، ينضم إلينا عبر الهاتف من ميلانو الباحث المتخصص في الإسلاموفوبيا عز الدين الزير. أستاذ عز الدين، مرحبا بكم. الذكرى الثانية للجريمة البشعة التي ارتكبها متطرف نيوزيلندي والتي راح ضحيتها 51 قتيلا و40 جريحا. كيف تابعتم تعاطي الجالية المسلمة والحكومة في نيوزيلندا مع تداعيات هذه الجريمة؟ حياكم الله. أهلا بك سيدي. التعاطي كان تعاطي إيجابيا حقيقة من قبل الوجود الإسلامي في نيوزيلندا ومن قبل الحكومة وحتى من وسائل الإعلام. هذا كان نتيجة ردة فعل، يعني الشعب النيوزيلندي لم يكن يتوقع هذا العمل الإرهابي وبهذا الإجرام، فكانت ردة الفعل إيجابية يعني من أغلبية المواطنين، رغم وجود جزء لا بأس به من الذين كانوا وما زالوا يدعون إلى معاداة الإسلام ومعاداة المسلمين ومعاداة الوجود الإسلامي في الغرب. أستاذ عز الدين، تعتقد أن أسباب المشكلة أو ما بات يعرف اصطلاحا بالإسلاموفوبيا هل تم حلها في المجتمع النيوزيلندي رغم تعاطي الجالية المسلمة مع الحادث الأليم بمزيد من التسامح؟ يعني في مؤشرات إيجابية، لكن ما زالت للأسف الشديد موجودة مظاهر الإسلاموفوبيا. يعني ممكن اليمين المتطرف أصبح عنده خوف أن يظهر ذلك، لأنه المجتمع بشكل عام يعني رفض هذه الأعمال الإجرامية، لكن للأسف الشديد ما زالت بعض هذه الآثار داخل بعض أطراف المجتمع النيوزيلندي موجودة، وإن كانت غير ظاهرة لكنها موجودة، لأنه كما ذكرتم في تقريركم قضية الانتخابات وقضية الوصول إلى كرسي الحكم، يعني السياسيين للأسف الشديد مستعدين أن يعني للوصول إلى صنع القرار أن يبيعوا أخلاقهم، أن يبيعوا مبادئهم مقابل الوصول إلى هذا الكرسي، ولذلك الأمر وإن كان في بمشاركة رئيس الوزراء والحكومة يعني منذ سنتين في نواحي إيجابية، لكن ما زال في نواحي سلبية. لكن أستاذ عز الدين، يعني بعض الحكومات في الغرب أصدرت تشريعات من شأنها التضييق على المسلمين، على سبيل المثال الحصر، منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وأيضا تجريم التبرع للمساجد. كيف يمكن تفسير ذلك؟ هناك يعني بعض الدول الأوروبية، مثلا فرنسا، مثلا سويسرا، يعني اليمين المطرف والذي يحكم في فرنسا، عفوا في سويسرا، في النمسا. في فرنسا ليس اليمين المطرف، هو يعني الحزب الحاكم في الوقت الحالي يعتبروه حزب وسطي، ولكنه بما انه هو مقبل على انتخابات قادمة، فحتى يثبت للشعب بأنه هو متطرف أكثر من المتطرفين، فأصبح يأخذ قرارات متطرفة. والحلقة الأضعف في المجتمعات الغربية هو الوجود الإسلامي للأسف الشديد، لأنه المسلم لا يوجد من يبكي عليه أو من يبكي له. فللأسف الشديد أخذت بعض القرارات، شفنا في فرنسا، في النمسا، في سويسرا الاستفتاء الأخير، ولكن الحمد لله رامين المسلمين يعني هذا يجعلهم يعطيهم حافز أن ينظموا أنفسهم وأن يرتبوا أنفسهم، لأنه إن كنت ضعيفا للأسف الشديد في المجتمعات الغربية في العالم ككل، نحن نعيش في شريعة الغاب، إن كنت ضعيفا يعني القلة التي تحاول أن تدافع عنك، لكن الأغلبية لن تدافع عنك، وإنما سوف تساعد من ينقض عليك. فظاهرة الإسلاموفوبيا منتشرة، وإن كان يعني بوجود النظام الأمريكي الجديد، الرئيس الأمريكي الجديد
الحزب الديمقراطي، نعم، يعني مبادئ حقوق الإنسان وكذا، فبدأت حتى أوروبا تغير نسبيا في الأشهر القليلة الماضية، يعني تخفف هذا، ولكن ما زالت آثاره للأسف الشديد موجودة على المسلمين بشكل واضح. من ميلانو الباحث المتخصص في الإسلاموفوبيا عز الدين الزير، شكرا جزيلا لكم.